السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الوضع؟ تمام دكتور. طيب كويس. كنا عم نناقش انه البيوريتي بتاعت الرو ماتيريال تؤخذ بعين الاعتبار وهي تختلف من لوكيشن الى لوكيشن ثاني. الفاكتور اللي بعده موضوع الستورج ريكويرمنتس. كيف يعني ستورج ريكويرمنتس؟ طبعا هي مرتبطه ببعض الفاكتورز اللي فوق. اذا كان الموقع اللي انت اخترته بعيد شويه عن السورس اوف سبلاي، قريب منه بس نسبيا بعيد، كيف بتعالج المشكله هاي؟ بخزن بتصير أزيد الطاقة التخزينية عندي، أزيد الطاقة التخزينية عندي. فمثلا لما واحد بده يفتح يعني سوبر ماركت بحاجة لمستودع يحط بضاعة فيه، الآن هذا المستودع، خلينا نتحدث مثلا عن حفاضات الأولاد اللي هي الدايبرز. ميزة من ميزات الدايبرز من حيث السايز إيش هي؟ بدها مكان للتخزين، حجم نعم. كبير، حجمها كبير، وزنها خفيف بس حجمها كبير، وبالتالي وعليها طلب. عليها طلب. كيف يعني عليها طلب؟ انت تخيل كم طفل عندنا في بالاردن تحت السنتين؟ سكان الاردن 10 مليون. كم عدد الاطفال دون التو ييرز؟ يعني 2 ييرز، سنتين فما دون. في أحد عنده معلومات؟ أنا ما عندي معلومات بس ممكن نعملها حسبة بسيطة. أوكي. عشان ما نطولش، لنفترض جدلاً إنه عدد الأطفال اللي عمرهم سنتين فما دون، خلينا نقول إنهم 100,000 طفل. هم أكثر من هيك، بس خلينا نقول 100,000. طيب هذول 100,000 طفل، كم حبة دايبر بدهم كل يوم؟ انتم مش متجوزين ولا مخلفين، يعني حتى المتجوزين بينكم بعدهم مش مخلفين، بس الا يكون في حواليك حدا مخلف. بنات بجوز تعرفوا اكثر من الشباب، مش عيب انك تعرف مستقبلك هيك. 6 7 نعم بهالحدود. لا من 7 كثير، بحدود يعني بين الطفل الاكبر سنا بيستخدمش دايبرز عدد اكبر، بس حجم الدايبر بكون اكبر. فبقلوب بعض بين حجم كبير عدد قليل بين حجم صغير أو عدد كبير حجم صغير. يعني البيبي الانفنت اللي هو 3 أشهر فما دون، هذا يوميا بده مينيموم حوالي 8 دايبرز، وابن السنتين بده 4. أوكي. وبالتالي يعني بقلوب بعض خلينا نقول 5 6 on the average، هو نفس الحجم، نقول إنه 5 بحجم معين. طيب 5 حبات في اليوم، الباكيت قديش فيه؟ لنفترض جدلا خلينا نقول 6 حبات في اليوم، لنفترض جدلا انه الباكيت فيه مثلا 20 حبه. اوكي، 20 على 5 او على 5 او 6، بصير كل 3 4 ايام الولد بده باكيت. بصير هذا صاحب السوبر ماركت كبير مثلا يوميا بده يبيع على سبيل المثال شيء 100 حبه. 100 حبة، تخيلوا الفوليوم تاعها، بدهم ياخذوا هذا يوميا. طبعا السوبر ماركت او المحل اللي ببيع ما بخزن، ما بيجيب دايبرز كل يوم، بيجيب مثلا كل يوم كل اسبوع تيجي سيارة. هلا كل اسبوع لما بده يحط 100 دايبر في اليوم، استهلاكه 100 باكيت في اليوم، وبده يحط سبلاي لأسبوع عنده، صار 7 في 100، 700 كرتوني، 700 باكيت. هذول حجمهم كبير. هلأ ليش هو مضطر يخزن كمية كبيرة؟ لأنه
لأنه التاجر اللي بتعامل معه مثلا بيجيش كل يوم مثلا. طب بيجيش كل يوم، بيجي في الأسبوع مرة. ليه؟ لأنه بده يجي من عمان مثلا. التاجر السبلاير مش هيجي كل يوم من عمان، بيجي مثلا في الأسبوع مرة. طيب إذا صار الستورج ريكويرمنتس عندي عالية، ليه؟ لأن أنا فاتح في لوكيشن بالنسبة لعمان بعيد. هلا إذا في لوكيشن ثاني ابن عمان، السوبر ماركت تاع عمان، هل بخزن لأسبوع؟ لا ما دام قريب منه دكتور ما في داعي. إذا قريب منه لا فيش داعي أخزن لأسبوع، بيرفع التليفون بعد ساعتين البضاعة عنده، فبالتالي مش بحاجة لمستودع كبير عشان أو يزيد حجم المستودع تاعه بسبب الدايبرز لحاله. فإذا الستورج ريكويرمنتس من حيث القرب والبعد من الرو ماتيريال إلها علاقة. الستورج ريكويرمنتس قد يكون في، وأنا حكيت لكم إنه الفاكتورز تتداخل ببعض، تتداخل ببعض، فبديش يعني ألخمكم في التداخلات، بس واضح إنه من لوكيشن للوكيشن موضوع الريكويرمنت للستورج على الأقل من حيث هاي قديش بده وقت يلبيك السبلاير يترتب عليها عدة أمور. واحدة منها بدي أكبر المستودعات تاعتي. تكبير المستودعات شو معناها؟ لها two effects. effect number one كبرت المستودع. effect number one إيش؟ تكاليف إضافية. أي نعم، تكاليف إضافية في الكونستراكشن عندي. في كمان تكلفة إني أشتري بزيادة. بدي أضطر أخزن كمية أكبر دافع ثمنها. فأنا جمدت فلوس في المستودع كمواد مخزنة، فبالتالي كثرة التخزين بيزيد التكلفة عليك، وقلة التخزين بتخليك تنقطع من المواد، فبالتالي بدها بالانس بين الثنتين. طيب نضرب إكزامبل نطلع منه قاعدة عامة عريضة. producing bromine from seawater. البرومين بتسمعوا فيه اللي هو من الهالوجينز، في عندنا كلور بروم تتذكروا بالجدول الدوري. طيب من وين بيجيبوا البرومين؟ من السي ووتر. هلا انتم بتعرفوا او بعضكم بيعرف ان البرومين بيكون بشكل غاز at room temperature. طب قديش الكونسنتريشن للبرومين في السي ووتر؟ 60 الى 70 بي بي ام. بي بي ام في هذا بيعرف اختصار ايش؟ parts per million. نعم parts per million. شو يعني طب parts per million؟ هاي ترجمة الى بي 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 ام parts per million على عيني وراسي، بس فيزيائيا شو معناها؟ يعني كل واحد مليون بيعطيني 60 ل 70 كيلوغرام. كل واحد مليون كيلوغرام، لازم تحطي يونتس. اوكي كل مليون كيلوغرام زي ما احنا شايفين هون، كل مليون كيلوغرام فيهم 60 الى 70 كيلوغرام. لاحظوا كيلوغرام لكيلوغرام، 60 هاي 60 لكل مليون هاي المليون. فهاي المثال اللي عندنا البي بي ام جاي ماس تو ماس، مرات بتكون ماس تو فوليوم، يعني مثلا ملي جرام لكل لتر. اوكي على اساس انه اللتر هو ماء، ولتر الماء وزنه 1 كيلوغرام، يعني 1000 جرام يعني مليون ملي جرام. فلما نقول بي بي ام ملي جرام على اللتر، اللتر اصلا وزنه 1 كي جي اللي هو مليون ملي جرام، فصار ملي جرام على مليون ملي جرام. المهم وحدة على وحدة بده يكون الثاني فيها مليون. طيب فهمنا شو يعني الوحدات. طيب الآن which means to produce 60 إلى 70 كيجي كيلوغرام من البرومين we need مليون كيجي of water. Where would one choose to locate this plant؟ بالقرب من السي ووتر، ولا بالقرب من الماركت مثلا محل ما بدنا نبيعه؟ لا اكيد من السي ووتر. طبعا من السي ووتر عشان السبلاير يكون جنبي تقريبا جنبه، يعني انت بتبني ماسوره من البحر مثلا كيلو 2 كيلو 3 كيلو وتفر، وبتضخ مليون كيلوغرام عشان تنتج هال 60 70. لان افترض انك انت بدك تنتج يوميا 60 الى 70 كيلوغرام، بصفي يومية بدي مليون كيلوغرام. مليون كيلوغرام انت بتحكي عن 1000 متر مكعب،
نفس قصة البحر الميت، يعني عشان أنتج البرومين مثلا من البحر الميت. البحر الميت ترى فيه برومين، وفي شركة اسمها البرومين كومباني، مش الاسم الحقيقي يعني، بعرف شو الاسم التجاري تاعها، بس احنا بنسميها احنا شركة البرومين. عند البحر الميت مباشرة هناك، طبعا نسبة البرومين هناك أعلى من السي ووتر، وبالتالي بصير مناسب انه يحطوها هناك. مش معقول نضخ ملايين الامتار المكعبه عشان ننتج لنا كم كيلو من البرومين، وبالتالي طبيعي انه نحطها جنب نير ذا سي. هلا الجنرال رول اللي بيطلع من الاكزامبل هذا اللي هو ما يلي: The location is chosen near the material source. Material اللي هو raw material يعني. Whenever the quantity of the product is small, the pile quantity is small, compared to the amount of raw materials. وهذا عشان هيك بنلاحظ كثير من الأحيان، في معظم الأحيان حتى، لا بلاش نقول معظم، بس كثير من الأحيان بنلاحظ إنه المصانع جاي عند الرو ماتيريالز. طبعا في الفاكتور رقم اثنين اللي بنتعرض له الآن، اللي هو موضوع اللوكيشن اوف ماركتس. في كثير من الأحيان أخرى بنلاقي إنه المصنع مش عند الرو ماتيريال، وإنما بالقرب من الماركتس، محل ما بده تنباع البرودكت. فخلينا نناقش الفاكتور الثاني: لوكيشن اوف ماركتس اور انترميديت ديستريبيوشن سنترز. طب لوكيشن اوف ماركتس فهمناها، طب شو المقصود ب انترميديت ديستريبيوشن سنترز؟ كلمه انترميديت يعني ليس هو السوق، وانما هو منطقه انتقاليه. منطقة انتقالية، المنطقة اللي راح تورد البرودكت تاعي للسوق. نعم، بدها تورد للسوق، بس ليست بالضرورة هي السوق. مثال عشان نعرف شو يعني intermediate distribution centers. شو معلوماتكم عن دبي؟ نعم يا مؤمن. بلد سياحية. طيب سياحية على عيني ورأسي، بس هل السياحة اللي عاملة دبي دبي؟ دبي من قبل ما تصير سياحة فيها مشهورة بإشي ثاني، النفط مثلاً، ولا عندهم قطرة نفط. دبي شحادين بالنسبة للنفط، مش حنوبنا أبو ظبي. ممكن المصانع فيها مثلاً، هلا في مصانع بدبي، بس مش في دبي دبي، في منطقة تابعة لدبي بسموها جبل علي، تابعة لدبي. اوكي، فدبي مشهورة انه فيها مصانع، صحيح، ومصانع كبيرة وعدد كبير وحجم كبير. طيب هاي المنطقة تاعت جبل علي اللي هي تابعة لإمارة دبي، في الإمارة، دولة الإمارات، وين بيبيعوا أغراضهم؟ لأغلب الدول يعني. للتصدير. يعني هم فاتحين في دبي، مصنع فاتح في دبي، لأن دبي مركز تصدير. يعني distribution center. It's a distribution center. It's an intermediate distribution center. يعني دبي كأنهم وسطاء. إذا أنا عملت المصنع في منطقة جبل علي اللي هي في دبي، مش لأنه الرو ماتيريال من دبي، الرو ماتيريال مستورد جايبينه من برا وعاملين المصنع في دبي، لأنه أنا بدي أبيع في دبي، بس مش بدي أبيع في دبي لأنه دبي هي المستهلك، لا، لأنه دبي هو اللي عم بيوزع على منطقة الخليج كلها، وحتى على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. يعني كثير عندنا أغراض في الأردن جاي من دبي. أقول لكم، لما إحنا في المختبر بدنا مثلاً شوية سبلايز لللاب تاعنا، أو بعض المعدات للمختبرات، إحنا مش مصانع، إحنا مختبرات، نطلب شغلة مثلاً من الصين، ما بتجينا من أوروبا، ما بتجينا من أوروبا على عمان أو على العقبة. إذا شحن جوي عمان، وإذا شحن بري، عفواً بحري، بيجي على العقبة. طيب
الأوروبيين أو الصين على سبيل المثال ما بودوا للعقرب مباشرة، يعني هو بودوا حتى من أوروبا مثلا جوا، ما في شحن جوي بين أوروبا وبين الأردن، ومع هذا بضاعتنا إحنا ما بتيجي على الأردن، أمريكا أوروبا الصين ما بتيجي على الأردن مباشرة، وين بتروح؟ بتروح على دبي، بعدين من دبي بودوا لنا إياها. طب يا دكتور شو هاللفلفة هاي؟ لأنه هذلاك الجماعة بيعتبروا دبي إنه هو اللي بده يوزع، ما بدهم يبلشوا يودوا لكل واحد لحاله، فصار كأنه دبي هي المصدر للمواد. فبالتالي بيجي هون كلمة intermediate distribution centers، بس أساس نشرح كلمة distribution centers أو intermediate distribution centers يفهمناها. طيب فبالتالي ال intermediate distribution centers تعامل معاملة الماركت، وإن لم تكن هي الماركت بس تعامل معاملة الماركت. طيب نيجي لموضوع اللوكيشن والماركت، شو بدخل فيه؟ بدخل فيه شغلتين، الكوست اوف برودكت من حيث الشيبينج كوست، كل ما ذكر رح نتحدث عن لوكيشن اوف رو ماتيريالز، يعني ايش عفوا لوكيشن اوف بلانت، بلانت لوكيشن وين احطه؟ احطه مثلا جنب الرو ماتيريال ولا احطه جنب الماركت؟ في كثير من الاحيان الماركت والرو ماتيريال بيكونوا مكانين مختلفات، فبالتالي بدي اصير افاضل بينهم. فاذا انا بدي افاضل احط اعطي الافضليه للماركت، بقول لك دير بالك. القرب والبعد من الماركت عايش بيأثر علي في موضوع الـ distribution cost والـ production cost. قال لك الـ cost of the product itself ليس لـ production وإنما لـ product. أوكي، بيزيد علي من حيث بيزيد وبنقص من حيث shipping cost. القرب والبعد من الماركت بيأثر على shipping cost. لما بتكون أنت قريب من الماركت بضاعتك بتوصل على السوق بتكلفة أقل، ليه؟ لأنه المسافة أقل. والفاكتور الثاني اللي هو time of delivery، time of delivery اللي هو shipping time. لما أنا بكون قريب من الماركت، المصنع تاعي قريب من الماركت، بصير shipping time short. لما أنا بفتح مثلا على سبيل المثال المصنع تاعي في رواشد على الحدود العراقية، ليه؟ لأنه والله سعر الأرض هناك رخيص وفي شوية خدمات مثلا، والماركت تاعي في عمان، بصير عندي من رواشد الحدود العراقية مثلا لعمان بدي بالشاحنة شيء 3-4 ساعات، هذا الشيبينج تايم 3-4 ساعات، ومن سحاب لعمان موقع آخر من سحاب لعمان نص ساعة، فأربع ساعات معناها أنا في اليوم ما فينيش أودي إلا شاحنة واحدة، بينما تاع سحاب بإمكانه في اليوم الواحد يودي 3-4-5-6-7-8 شحنات، فالشيبينج تايم أقل وبالتالي الكوست اوف ديليفري بصير اقل، والشيبينج كوست المسافات لما بتكبر وبتصغر برضو الشيبينج كوست بيزيد وبنقص. هلا مثلا كومبير لوكيشن اوف ماركت تو لوكيشن اوف رو ماتيريالز كاكزامبل، لنفترض انه احنا بدنا ننتج ماده البوليستايرين من الرو ماتيريال تاعها ماده الستايرين. هلا البوليستايرين عشان بس تعرفوا شو هو، في حدا بيعرف شو البوليستايرين؟ المشهور عندنا محليا بالبوليسترين. وين موجود هذا او شو هو؟ هل نستخدمه في البوكس والعزل لا انسى العزل، الفلين اللي هو الفلين الابيض اللي هو بوكس الخضره، بس اساس نعرف شكله. هلا بوكس الخضره او الالواح اللي برضو منه تستخدم في العزل، بس انتم بجوز ما تشوفوهاش كثير، اللي بتشوفوه اكثر بوكس الخضره، شو ميزتها؟ خفيفه، خفيفه الوزن. وهذا شايفينه الان امامنا بالدنسيتي، بوليستايرين دنسيتي از 2.4 باوند ماس لكل قدم مكعب، بينما الستايرين اللي هو الرو ماتيريال الستايرين از 56 باوند. أنا أنسوا الأرقام كأبسولوت نمبرز، بس هذا الرقم 20 ضعف أو كذا وعشرين ضعف الدنسيتي تاعت البوليستايرين. طيب فهمنا إنه الدنسيتي للستايرين قليل والدنسيتي للبوليستايرين عفوا للستايرين البوليستايرين قليل والستايرين كثير. طيب الآن أنا طبعا البوليستايرين يعتبر فوم. ليش هو خفيف؟ خفيف لأنه فوم. شو يعني فوم؟ يعني عندي غشاء وجواته هواء. أوكي؟
الفوم برودكت البوليستايرين اوكيبايز 23 تايمز as much space as الستايرين. يعني بمعنى اخر شاحني من الستايرين، شاحني اذا انا حولت الستايرين الى بوليستايرين الشاحني بتنتج لي 23 شاحنه، لانه الفوليوم 23 تايمز الفوليوم. ف الباوند من الستايرين بينتج لي من حيث الحجم، اوكي يعني الواحد قدم مكعب بينتج لي 23 قدم مكعب من البرودكت اللي هو البوليستايرين. طيب هاي في معهد انا بس عم نشرح المعطيات تاعت الاكزامبل. الان اذا البوليستايرين شيبينج كوست از 10 تو 20 تايمز ذا شيبينج اوف ستايرين، لانه عدد الشاحنات بتكون كبير. سؤال الآن، is it better to locate the polystyrene plant near raw materials or near the markets؟ يعني أجيب شاحنة بوليستايرين من عند الرو ماتيريال لا منطقة، يعني نفترض أن الرو ماتيريال، خلينا نرسم رسمة صغيرة، نفترض أنه أنا شو رسمت الآن؟ الطريق دكتور؟ الطريق إذا أنت معلوماتك بالجغرافيا تعباني. رسمة يعني هي بدائية بس دغري لازم تعرف شو هي. الحدود بين مصر والأردن تقريبا يعني أو السعودية. إشي زي هاي قناة السويس. هذه الحدود السياسية بين الأردن ولبنان وما يسمى إسرائيل، وهاي عندنا السعودية هون، يعني رسمة بدائية. طبعا هذا الخليج بدك تمد شوي لفوق، وهون الكويت والنهر دجلة والفرات إلى آخره. طيب في هون بلد بالسعودية اسمها الجبيل، منطقة صناعية ضخمة، مصانع كبيرة فيها بينتجوا الستايرين. طيب وهاي عندنا هون هاي عمان، وبدنا احنا نصنع البوليستايرين. الان اجنور الحدود السياسيه، انا اعتبرها انه المناطق مفتوحه على بعض وفيش حدود سياسيه. انا بدي اعمل بوليستايرين في عمان، بدي اعمل بوليستايرين والسوق تاعي، السوق تاعي عمان. الان احط المصنع في الجبيل لان الرو ماتيريال هناك، وأشحن بوليستايرين لون، ولا أجيب ستايرين من الجبيل لعمان أصنع بسحاب مثلا وبعدين أشحن هالعشرة 15 كيلو لعمان؟ لا في عمان. ليش؟ أني أشحن يعني شاحنة واحدة من الستايرين ولا 23 شاحنة من البوليستايرين. إذن لاحظوا اللوجيك بسيط جدا، اللوجيك وشيء شبيه في هذا موجود في يعني اللي بصير عندنا في الصناعة. أجيب شاحنة ستايرين من الجبيل لعمان لسحاب مثلا، وبعدين أحولها ل 23 شاحنة ينقلوا محلي، ولا أجيب أصنعه في الجبيل لأنه جنب الرو ماتيريال وراح أشحنه 23 شاحنة. طبعا إحنا عم نأخذ بعين الاعتبار فاكتور واحد at one time. هلأ في بس نخلص كل الفاكتورز، عندنا 12 فاكتور by the way، بس نخلصهم كلهم بصير لما بدي اختار الموقع بدي اخذ بعين الاعتبار ال 12 فاكتور كلهم، وممكن تزيد عليهم يعني اذا في حدا بده يزيد على 12 يزيد. طيب اذا اوف كورس يو بوت او يو لوكيت ذس بلانت نير ذا ماركتس. اذا بنطلع من هذا المثال جنرال رول، وين برودوسينج فومز ميزتها انه حجم كبير، اور كونسيومر برودكتس. كيف يعني شو يعني كونسيومر برودكتس؟ شو يعني consumer products؟ ترجمة حرفي. نعم يا مومي. المواد اللي هي المطلوبة من الكونسيومر. يعني هاي مش يعني ماشي. مين هو الكونسيومر؟ ماركت. طيب هيك انت فسر ماء بعد الجهد بالماء.
طيب على السريع، الكونسيومر برودكتس هي المواد الاستهلاكية. شو يعني مواد استهلاكية؟ لما تفوت على السوبر ماركت كل شيء بتشوفه على الأرفف هذا يعتبر كونسيومر برودكتس كله، من أغذية، من غذاء ومن غير الغذاء. يعني مثلا الغذاء ومعروف أنه مواد استهلاكية، هاي بداية الشطارة. مواد التنظيف برضه مواد استهلاكية، مواد استهلاكية مكنسي برضه مواد استهلاكية. العبوات البلاستيكية والصحون والكاسات والمشاكل ذلك برضه مواد استهلاكية. إذن consumer products اللي هي المواد الاستهلاكية. شو مشكلة شو علاقة المواد الاستهلاكية بالفومز؟ فومز إنه هو مواد كبيرة الحجم خفيفة الوزن. طب الconsumer products، نرجع لمثال الحفاضات بس اعتبرها مش بالضرورة كبيرة كثير، دائما عليها طلب، دائما عليها طلب باستمرار. نعم، فدائما في شيبينج يعني. أيوة، عليها طلب باستمرار وبالتالي يعني بدي أكون قريب من الماركت. أوكي، فبالتالي بنقول when producing foams. foams يرتبط ينطبق عليه المثال السابق تاع الستايرين أو البوليستايرين. or consumer products زي حفاضات الأولاد بالرغم من أنه مثلا حجمها كبير بس عليها طلب عالي، وما شاكلها من البرودكت زي معجين الأسنان، المنظفات إلى آخره والأغذية. location of plant near the market or locate choose the location of the plant near the markets or near the distribution centers. Okay. هذا القاعدة العامة العريضة المستنتجة. هلا هون في ملاحظة صغيرة، markets are also needed for buy products. Buy products لمين؟ للمصنع. تذكر تحدث عن مصنع بده ينتج product. في كثير من الأحيان بعض الصناعات في product الرئيسي وفي باي برودكت بيكون له سعر، وفي بعض الاحيان المربح بيكون في الباي برودكت اكثر من المربح في البرودكت بسبب التنافسيه العالي في البرودكت، والباي برودكت مثلا فيش له تنافسيه، فبصير الباي برودكت مربحك فيه اكثر من، بنقول احيانا بس على الاغلب العام الباي برودكت فيها مربح ولا يكون يعني لا يقارن كثير بالمرابح تاعت البرودكت الرئيسي. بس لما انت بتنتج باي برودكت برضو بدك تلاقي له ماركت. الان هاي ممكن هاي الملاحظه الاخيره ممكن تخليك تفضل لوكيشن على لوكيشن ثاني، انه اللوكيشن الاولاني الباي برودكت تاعك ما له سوق، بينما اللوكيشن الثاني الباي برودكت اللي بيطلع معي له سوق. فاهمين شو يعني باي برودكت؟ موسى، موسى مروان. نعم دكتور، موجود معك. شو يعني باي برودكت؟ البرودكتس اللي بتطلع سنوية. اما انك مش عارف تعبر عنها، واذا هذا التعبير يطابق اللي في راسك فهو خطأ. لا مش للبرودكت. لا هو مش الاشي البرايمري اللي بيطلع من المنتج، الاشي الثاني يعني اللي بيكون مش الرئيسي. عندك مثال؟ مثلا في الزيتون، احنا مثلا بس نعصر الزيتون بيطلع معنا شيء ثاني مع الزيتون اللي هم نستخدمه زي الجفت. نعم، والبرودكت الرئيسي شو هو؟ البرودكت حسب الماركت شو بده، مثلا زيت زيتون او زيتون نفسه. يعني خلينا في المعاصر، انت قلت المعاصر، المعاصر ما بتعمل زيتون وانما بتعمل زيت الزيتون. زيت زيتون، واثناء عمليه العصر بيطلع باي برودكتس اللي هو الجفت. الجفت وفي غيره طبعا، حاليا بيطلع كمان الويست ووتر تاع المعاصر، بس الويست ووتر حاليا يعتبر عبء، بينما الجفت اللي هو بس اساس اللي ملوش علاقه بالفلاحه والزراعه، الجفت اللي هي الماده الصلبه اللي بتطلع بعد العصير، بعد ما نعصر الزيتون بيطلع عندنا المادة الصلبة. المادة الصلبة هي أصلها اللحاء، السيلولوز، ما السيلولوز يعني زي الخشب، هو عبارة عن خشب، لأنه بذرة الزيتون إذا بدك تصنفها شو بتحكي عنها؟ اللي هو البرودكت الأساسي، البرايمري برودكت، بذرة، البذرة، بذرة حبة الزيتون. ويست أتوقع. شو هي عبارة عن إيش؟ بدك تصنفها كمادة. أول هي مادة صلبة، مش ليكويد ولا غاز.
وهاي ما تصل بهاي شو هي ميتال ولا بوليمر ولا شو؟ لا إشي أورجانيك. هي أورجانيك تحديدا من خشب. جنس الخشب. من جنس الخشب عشان هيك الجفت مثلا بينفع بعض الناس بيستخدموه في بعض المواقد لأغراض التدفئة. طبعا في مشاكل بيطلع لك شحبار أسود وإلى آخره بس يعني إنه مصدر وقود بدائي. طيب خلصنا موضوع الماركس ننتقل للفاكتور اللي بعده اللي هو الترانسبورتيشن فاسيليتيز. لاحظ نتحدث عن الفاسيليتيز وليس الإكسبنسز إنما وسائط النقل. هلا قبل ما أحكي لكم شو وسائط النقل لما أقولك وسائط النقل اللي ممكن نستخدمها صناعيا شو بخطر في بالكم؟ وسائط النقل سفن. السفن السفن دخلنا هون بالنقل البحري أوكي. اللي هو الووتر ترانسبورتيشن بمعنى النقل البحري أوكي. غيره حكيتي مين كان يحكي؟ الشاحنات. الشاحنات وفي زميلتكم مين اللي حكت قبل شوية؟ مريم. شو حكيت كمان شغلي؟ سكك حديدية. سكك الحديد اللي هو القطارات أوكي. فالقطار السفن القطارات والشاحنات اللي هم هذول هم المينز اوف ترانسبورتيشن. عندنا الووتر اللي هو بيستخدم شيبس اند بارجز ذس از ذا ليست اكسبنسيف. وعندنا الترينز اللي بحاجه لريل رودز. وعندنا التراكس اللي بدها شوارع هاي ويز ذس از ذا موست اكسبنسيف. الان هاي الثلاث وسائط النقل الرئيسيه. في غيرهم؟ في بس اغلى زي طائرات. نعم النقل الجوي. النقل الجوي موجود. بيجي واحد بقول طب دكتور ما شفناش انه بنقلوا حديد بالجو. بقول لك الحديد ما بنقله بالجو بس في اشي بنتقل بالجو يشحن بالجو وصناعي والان احنا عايشينه بشكل قوي يعني الايام هاي. اللقاحات اللقاحات تحت الادويه هاي حجم صغير وبد لازم تنقل بسرعه لانه تخزينها زي اللقاح تاع فايزر يعني بده ناقص 80 درجه سي في التخزين. يعني مش معقول نحطه بشاحنه ونوديه او نحطه في سفينه بدها 3 اشهر او لتوصل او شهر يعني ما بين تحميل وتنزيل ويجيها دور تحكوا انتوا 3 اشهر ومرض بده سرعة في التعامل معه فبالتالي بصير. وصناعة هاي تصنيع اللقاحات صناعات الأدوية هاي صناعة ميزتها أن البرودكت صغير حجمه صغير ووزنه خفيف بشكل عام يعني. فبالتالي we should also consider the air transportation. وغششناكم هاي السرية طلعت لي فوق اللي هي استخدام البايبلاينز في النقل. مثلا النفط سهل أن ينقل بالبايبلاينز وموجود. كيف يعني موجود؟ أنتوا بتعرفوا خطوط نقل غاز أو أويل؟ تسمعوا عنها بالأخبار. طيب عندنا في بالأردن خط غاز مثلا؟ الغاز كيف بيجيكوا على البيوت؟ نجيب جرة دكتور. بالطاط طاط 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 اللي صارت الآن موسيقى مش عارف شو اسمها تاعت Love Story ولا مش عارف شو. فالغاز عندنا بيجي على البيوت بالجرار غاز يعني بدك تعتل. في بلاد زي أبو ظبي على سبيل المثال زي الكويت. طبعا مش كل أبو ظبي أجزاء من أبو ظبي بس الكويت كلها تقريبا الغاز تاع البيوت ما بيجي بجرار غاز وإنما بيجي مركزي في بايبلاينز. كيف المي جاي على البيت في ماسوره في بايب برضو الغاز جاي في بايب. الان في بالاردن عندنا غاز منقول في البايبلاينز. هلا المصفاه مش طالع منها انابيب غاز توزع على الناس. المصفاه بتطلع لنا جرار غاز هي وبعض المراكز الثانيه تاعت الجرار. طيب فهل عندنا في بالأردن غاز بايبلاين؟ تعرف بلدك؟ لا إله إلا الله وين عايشين أنتم؟
في ولا ما في؟ ما عندكم معلومات او خايفين تحكوا؟ نور عبد الله. اه معك دكتور، بصراحه ما راح اعطي. سمعتي السؤال؟ معلومه دقيقه يعني ما بعرف. ما عندك مع وليد خالد؟ دكتور غالبا ما في. شوف فيش غالبا ما في، في مساعدتين يمكن في. اسمع الجواب، في ما في لا اعلم، اما مش على الاغلب. ما بعرف صراحه. لا تعلم. طيب سكوت البقيه كانهم لا يعلمون يعني. طيب بتسمعوا في الغاز المصري؟ أكثر نسمع. بتسمعوش انتوا اخبار الظاهر؟ في عندنا غاز البايب لاين بالقطر تاعه بحدود يعني 80 90 سنتيمتر، يعني مواسير كبيره، جاي من مصر عابر من خلال غزة وبيجينا، بروح على إسرائيل طبعا لأنه في اتفاقيات بينهم، وبيجينا فرع للأردن، وآخر نقطة فيه بتوصل عند محطة رحاب تحت الكهرباء. مين من هذيك البلاد؟ منطقة رحاب. ملا في بعض الناس بيقول لك هاي وين رحاب جاي؟ رحاب مش رحابة، رحابة في الجبل جهة عجلون، في منطقة اسمها رحاب. مين فيكم من هذيك الجهات؟ ولا واحد؟ كلكم مستورد؟ يعني مش ضروري تكون من هذيك البلاد، بس ابن المنطقة يعني لا يعذر بعدم معرفة المعلومة. ابن عمان ما يعرفش ماشي، ما نقول له نمشي لك إياها. ابن الزرقاء، ابن إربد، يعني مين مشيها على مضض. رحاب محطة توليد كهرباء، كانت زمان تشتغل على الديزل، الآن بتشتغل على الديزل والغاز الطبيعي. عندهم الديول، عنده خزانات ديزل وعنده خزانات غاز، بيشتغل على الغاز، لما ينقطع الغاز بيحول على الديزل، بيحول على الديزل. طيب الغاز تاع رحاب من وين جاي؟ تاع المحطة جاي من مصر. كيف مصر بتودي الغاز للأردن؟ مش بسفن وليس بشاحنات، وإنما في بايبلاين. ففي عندنا بايبلاين غاز موجود عندنا في الأردن جاي من مصر. طيب أويل، هل بيجينا النفط للأردن في بايبلاينز؟ من العراق صح أو لا؟ أحد المصادر العراق، نعم أحد المصادر الرئيسية حتى للنفط في الأردن، النفط الخام بيجي من العراق. كيف بيجي من العراق؟ كيف بيجي من العراق؟ مالكم؟ مين من الزرقاء؟ هاشمية، مصباط البترول، المنطقة هذيك. طيب بيجينا من العراق في شاحنات، يعني بنستخدم التراكس اللي هي حكينا عنها most expensive، لأنه ما في بحر بيننا وبين العراق، عشان ينقل بحر بدك تروح من البصرة حول جزيرة العرب وتلف من عند عمان لليمن مضيق باب المندب وتطلع في البحر الأحمر تتوصل للعقبة، لفة طويلة عريضة. فبالتالي بيجينا بالشاحنات. طبعا ضايلنا أقل من دقيقة، فإذا قطعنا الإرسال مش هنرجع نشبك مرة ثانية. بالزمنات أيام الاستعمار الإنجليزي للمنطقة عملوا بايبلاين بين العراق وبين الأردن، وخلينا نتوقف هون، look it up، ونبدأ من عند هذه النقطة في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.